السلام عليكم. عندنا المحاضرة السادسة والسابعة والثامنة من مادة الرياضيات لطلاب المرحلة الأولى قسم الهندسة الكهرباء كلية الهندسة جامعة بابل. عنوان هاي المحاضرة هي Method of Integration، طرق التكامل. راح ناخذ هنا ست طرق للتكامل، نحل بها التكاملات المعتلة اللي ما ممكن نحلهن بالطريقة التقليدية، أو بمعنى ثاني لا يوجد قانون أو قاعدة عامة نستخدمها بحل هاي التكاملات. أول طريقة للتكاملات هي طريقة الـ Integration by Part، أو عادة تسمى بطريقة الـ UDV اللي هي القانون العام لها بهذا الشكل. هاي الطريقة تستخدم عندما يجينا السؤال تكامل دالتين، يعني F1 of X في F2 of X D of X. احنا بالمحاضرات السابقة قلنا إذا جتني دالتين أحاول أن أبحث عن أنه الدالة تساوي مشتقة الدالة الثانية، وبالتالي أقدر أحل التكامل، أو أحاول أن أبسط السؤال بحيث أقدر أوزع التكامل عليهم أما جمع أو طرح، أو أستخدم المتطابقات. إذا فشلت كل هذه المحاولات أضطر أستخدم الـ UDV. الطريقة تقول أنه نفرض الدالة الأولى اللي نفرض واحدة من الدوال أما F1 أو F2 نفرضها U، ونوجد المشتقة مالتها الـ D of U مشتقتها، ونفرض دالة الثانية هي DV ونوجد التكامل مالتها اللي هو الفي، نكاملها نوجد الفي، ثم نطبق هذا القانون. نقول تكامل الدالة الأولى في الدالة الثانية اللي هو اليو في الدي في يساوي لنا يو في الفي اللي هو الأولى في تكامل الثانية ناقص تكامل الثانية في مشتقة الأولى. يجي السؤال هنا عن عندي دالتين F1 و F2، يا هي اللي اختارها U ويا هي اللي اختارها DV. يعني مثل هنا عندي هنا عدود 10 أسئلة مثل X EOS X أو X cosine X أو مثلا هاي مثلا EOS X sin X. هنا عندي دالتين، هذين كل الأسئلة إذا أبغى لهم ما أقدر أبسط هاي الدالة، ما أقدر أعتبر مثل هاي الدالة تساوي أنها مشتقة هاي الدالة، نفس الحالة هنا ونفس الحالة هنا ونفس الحالة، ولا اكو قاعدة ابسط بها التكامل، فاضطر استخدم قانون الـ UDV. زين هنا يجي السؤال، يا دالة اختارها U ويا هي دالة اختارها DV، هاي اهم خطوة بالحل. فالقاعدة لاختيار الـ U والـ DV تقول انه اختيار الـ U هي الدالة التي عندما اشتقها راح تحول لصورة ابسط، هي الدالة دالة الـ U هي الدالة اللي عندما اشتقها راح تحول الى صورة ابسط. مثلا هنا عندي X و EOS X، ال X من اشتقها ايش راح تحول؟ راح تحول الى واحد، اذا هي افرضها U، بينما ال EOS X من اشتقها راح تبقى نفس EOS X يعني ما راح تتبسط، ونفس الحالة مثل X و cosine X، عادة ال X او ال X أس N هي تفرضها ال U. زين ونفس الحالة بالنسبة لبقية الأسئلة. فكل سؤال أهم خطوة بالحل أنه تختار اليو بصورة صحيحة عندما تشتقها دالة تتبسط. هسه راح ناخذ عليها مجموعة أسئلة راح نوضح شلون نقدر نحل التكاملات المعتلة باستخدام اليو دي في. مطين السؤال الأول X EOS X، مثل ما قلنا راح نفرض اليو يساوي لنا X. ليش فرضنا اليو؟ لأنه عندما اشتقيتها تحولت إلى واحد، اشتقت الـ X واحد، فأكيد الدالة الثانية راح تصير دي في اللي هي الـ EOS X. هاي الدالة شو نسوي لها؟ نكاملها، تكامل الـ EOS X يساوي لنا EOS X. في القانون مالتي تكامل U دي في هو يساوي لنا الـ U في الـ V، الـ U الأولى الـ X في الـ دي في في الـ EOS X ناقص التكامل V اللي فرضناها اللي هي التكامل الثانية في الـ DX في الدي يو اللي هي واحد في دي اكس. فتلاحظ هنا التكامل الحل هنا صار مجرد تكامل اي اس اكس، نتحول من تكامل اكس اي اس اكس الى تكامل فقط اي اس اكس. ليش؟ لانه الدالة الثانية من اشتقناها تبسطت او اختفت، بسطت او اختفت، فصار الناتج مالتي اكس في اي اس اكس ناقص الاي اس اكس زائد سي. شلون نتأكد ان الحل مالتي صحيح؟ اشتق هاي الدالة، المفروض مشتقة هاي الدالة، مشتقة هاي الدالة يرجع لنفس الدالة الأصلية اللي هي الـ X EOS X.
هاي مشتقة الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول ناقص المشتقة الثانية زائد صفر، راح يطلع لي لازم اكس يساوي اكس. فهاي الطريقة تستخدم بحل التكاملات. نفس الحالة إذا نعيد هسه السؤال الثاني اكس كوساين اكس، يا هي نختارها اليو، أكيد الاكس راح نختارها يو لأنه بالاشتقاق راح تتوسط تحول إلى واحد، والدي في هي كوساين اكس من أكاملها تحول إلى ساين اكس، فدائما عندي الدالة الأولى نشتقها والدالة الثانية نكاملها. أطبق القانون راح يطلع لي اكس ساين اكس ناقصا فقط ساين اكس بقت لي. ليش؟ لأنه الدالة الأولى من اشتقيناها اضمحلت أو اختفت أو تبسطت، فيطلع لي هذا الناتج. ونفس الحالة إذا عيت السؤال الثالث والرابع والخامس. زين، ناخذ هنا اكو مرات إذا جتني اكس أس ان، اكس أس ثلاثة أو اكس أس أربعة. الاكس أس ثلاثة من اشتقها تحول إلى اكس تربيع، فبالتكامل الثاني راح يطلع لي تكامل اكس تربيع في التكامل الأولى يوس اكس، فاضطر أسوي يو دي في مرة ثانية، يعني مرات اليو دي في نضطر نسويها مرتين أو ثلاثة أو أربعة. فأكو طريقة سريعة لحل الاكس أس ان، دائما تكامل اكس أس ان اف اوف الاكس، نسوي نسميها طريقة تابيولا اللي موضحة بالمثال رقم 9. طبعا بقية الأمثلة نفس الحالة، عندك دالتين وحدة يو وحدة دي في، نكامل الأولى ونشتق الثانية ونطبق قانون. وعندك هذا السؤال الثامن، السؤال الثامن هنا أنا. هذا يعني اكتب عليه مهم، هو بفكرة مهمة لتكامل الإكسبوننشال في الساين، ولو أكو طريقة ثانية لحل هذا السؤال بس هو حاله بطريقة اليو دي في. السؤال التاسع مثل ما قلنا تكامل اكس تكعيب في اي اس اكس، فمن اطبق اليو دي في بالطريقة الاعتيادية راح اضطر اطبقها ثلاث مرات او اربع مرات. فاكو طريقة التابيولا، نخلي الاولى الاكس تكعيب هنا ونخلي الثانية هنا، نكامل الاولى تصير ثلاثة اكس تربيع، نكاملها مرة العفو نشتقها تصير ثلاثة اكس تربيع، نشتقها مرة ثانية تصير ستة اكس، نشتقها بعد مرة تصير ستة، نشتقها لحد ما توصل الصفر، نظل نشتق بها لحد ما توصل الصفر، والثانية نكامل بها. طبعا لحسن حظنا انه الـ EOS X من أكاملها تبقى نفسها، الـ EOS X تبقى نفسها. هنا شو سوي؟ هذا في هذا كموجب، نب هذا في هذا كسالب، نب هذا في هذا كموجب، نب هذا في هذا. هاي الطريقة اسمها بالتابيولار ميثود للـ UDV. في التكامل مال هيجي أسئلة، مثل إذا جاك سؤال مثل تكامل X أس مثلا 7، الأكس أس 7 شو يسوي لها؟ تشتقها سبع مرات، تصير سبعة اكس اس ستة، بعدين تصير ستة في سبعة اكس اس خمسة، بعدين وهكذا، ظل تشتق بها إلى أن توصل للصفر. والثانية الدالة الثانية مثلا خلينا نقول ساين اكس، هاي ظلت كامل بها، كامل بها، بعدين دعم الأول بالثاني هنا كموجب، بعدين سالب موجب سالب موجب، يطلع لك هذا الناتج. x تكعيب e اس x، من جت x تكعيب e اس x كموجب ناقصا 3 x تربيع e اس x زائدا 6 x e اس x وهكذا. ونفس الحالة بالنسبة للبقية. فهي طريقة تسموها بطريقة الـ UDV. الطريقة الثانية أو الحالة الثانية الخاصة، عندما تجيني الساين أو الكوساين مرفوع على أس عالي، مثلا خلينا نقول تكامل ساين تكعيب أو تكامل كوساين أس خمسة، أو مثلا تكامل كوساين تربيع أو ساين أس أربعة، أو تكامل ساين أس عشرة. مثلا ساين أو كوساين مرفوع على أس قيمته عالية، فعندي هنا حالتين، عندي هنا حالتين. أما الأس مالتي يكون فردي، يكون أود يعني فردي، وإيفن يعني زوج، فكل حالة لها طريقة حل. الحالة الأولى عندما يكون الأس مالتي فردي، فإذا كان الأس مالتي فردي أو أقسم الساين أو الكوساين إلى جزئين، أسحب واحدة من الساينات هنا راح يصير ساين تربيع
في ساين أس واحد، أسحب واحد من عندهم يبقى لي ساين تربيع. هذا الساين تربيع أحله بالمتطابقة مالتي، واحد ناقصا كوساين تربيع. بعدين أدخل الساين على القوس، هنا شفنا ساين تربيع في ساين، حوله إلى واحد ناقصا كوساين تربيع، بعدين ندخله على القوس ووزع التكامل لحل التكامل. مثل جاني هنا ساين أس خمسة أو كوساين أس خمسة، نفس الحالة ماكو فرق بين ساين وكوساين. دائما أسحب واحد إذا فردي، أسحب واحد من عندهم يبقى الأس زوجي، هذا إذا زوجي حوله تربيع في تربيع، تربيع في تربيع. التربيع الأولى حولها واحد ناقص ساين تربيع، أفتح القوس وأدخل الكوساين على هنا، راح صرت عندي ثلاث أضعاف، مربع الأول اثنين في الأول في الثاني ناقص المربع الثاني، ونحل عند التكامل. مثل إجاك تكامل مثلا ساين أس سبعة، سبعة هنا الفرديات ايش عندي؟ ثلاثة خمسة سبعة تسعة، شو اسوي؟ اسحب وحدة من عتل تصير ساين أس ستة في ساين أس واحد، هذا اخليه ويا الدي اكس لان احتاجه كمشتقة الداخل. ساين أس ستة شو يصير؟ يصير ساين يصير اثنين في ثلاثة تربيع، التربيع شو تمثل لي؟ تمثل لي واحد ناقصا كوساين تربيع أس ثلاثة في ساين اكس دي اكس. افتح هذا القوس باستخدام قانون التكعيب، بعدين ادخل الساين عليه ينحل التكامل بكل بساطة. فهي طريقة التكامل اذا كان الاس مالتي فردي. زين اذا كان الاس زوجي نستخدم هاي المتطابقة. الزوجي نقصد به ماما اس اثنين او اس اربعة او اس ستة او اس ثمانية، سواء ساين او كوساين ماكو فرق بيناتهم، نفس الحل. استخدم هاي المطابقة، إذا كوساين استخدم هاي المطابقة، واحد زائد كوساين اثنين ثيتا على اثنين، وإذا ساين واحد ناقص كوساين اثنين ثيتا على اثنين، إذا كان تربيع. إذا كان أس أربعة فكأنما تربيع أس اثنين، يعني هذا أيضا أربعة من جديد. إذا جانا تكامل كوساين أس أربعة، إذا جانا تكامل كوساين أس ستة كأنما أس اثنين أس ثلاثة، فكأنما هذا سوي له تكعيب. من افتح القوس راح يطلع لي، افتح القوس اوزع التكامل نحل السؤال. هسه مطيني مثلا هنا سؤالين اس اثنين واس اربعة. اذا اس اثنين مباشرة واحد ناقص واحد زائد كوساين اثنين ثيتا على اثنين، ليش؟ لانه كوساين، كوساين زائد والساين ناقص، اوزع التكامل نحل السؤال. اذا اس اربعة فهي اس اثنين اس اثنين، اثنين الاولى افتحها بهاي المتطابقة، واثنين الثانية مربع الأول اثنين بالأول في الثاني زائد مربع الثاني، أوزع التكامل ينحل بهذه الطريقة. زين عندي هنا ملاحظة، مرات يجيني السؤال ساين في ساين أو ساين في كوساين أو كوساين في كوساين، بس الزاويتين مختلفات، زاويتين مختلفات. يعني هسه أوضح لك إياها، مثل تكامل ساين في كوساين، الأولى 3x والثانية 5x، ما اقدر اعتبر هاي الداله تساوي مشتقة هاي الداله، لان كل وحده لها زاويه. لو كانت الزاويتين متساويات مثلا نياتن اكس مثلا، اقدر اعتبر مثلا هاي الداله تساوي مشتقة هاي الداله واحل السؤال. بس هنا أنا بس هنا أنا كل زاويه مختلفه على الثانيه، فعندي ثلاث حالات هنا، اما ساين في الساين او ساين في كوساين او كوساين في كوساين. استخدم ضمن متطابقات، إذا ساين بالساين أقول كوساين الطرح ناقصا كوساين المجموع على اثنين، إذا ساين في الكوساين ساين الطرح زائدا ساين المجموع على اثنين. طبعا شو أقصد بمجموع الطرح؟ مجموع الزوايا يعني. وكوساين في الكوساين في الكوساين هو كوساين الطرح زائدا كوساين الفرق على اثنين. حسن ناخذ عليه الأمثلة، عندنا ثلاث حالات، ساين في الساين، ساين في الكوساين، والكوساين في الكوساين، والساين في فأي واحدة من عتمة أغداية حل هذا السؤال. يا قاعدة راح تطبقها، راح تطبق القاعدة الثانية بعد ساين في الكوساين. شو تقول؟ تقول ساين الطرح زائد ساين المجموع على اثنين. فهذا تكامل ما أقدر أحله بالحالة الاعتيادية، لازم أطبق هاي القاعدة. الطرح شنو معناته؟ الأولى ثلاثة ناقصا خمسة إكس
زائدا ساين المجموع 3 زائد 5. واضحة؟ وأنا عندي متطابق هنا ساين، طبعا ساين شنو؟ ساين راح يصير ساين ناقصا 100 اكس. قلنا السالب بالساين يطلع لي برا، يطلع لي برا بالساين، فراح يصير هاي التكامل ساين 2 اكس وتكامل ساين 8 اكس. هاي التكامل احنا حالين عليه اكثر من حاله، قلنا نحتاج مشتق داخل الزاويه نضرب مقسم على 2، ونحتاج مشتق داخل الزاويه نضرب مقسم على 2. نفس الحاله بالنسبه لهذا الطرح والمجموع، طرحن 6 مجموعن 7. هاي نفس الحالة، طرحن 1 ومجموعن شنو؟ مجموعن 3، 1 ب3. زين، ننتقل نوب للطريقة الثالثة، طريقة التعويض باستخدام الدوال المثلثين. من التكاملات الصعبة اللي إذا جاني بهذا الشكل، يجيني مثلا بالمقام دائما 1 زائد Z تربيع، أو بصورة عامة أي تربيع ناقصا U تربيع، أي تربيع زائد U تربيع، U تربيع ناقصا أي تربيع. وبالبسط مشتقة المقام غير موجودة، وهاي فهاي التكامل المعتل ما ينحل إلا بهاي الطريقة، إلا بهاي الطريقة، طريقة تسموها طريقة التعويض باستخدام الدوال المثلثية. فأنا عندي ثلاث حالات أساسية، عندي ثلاث حالات أساسية. إذا أجاني الحالة الأولى، إذا أجتني أي تربيع ناقص نيو تربيع، يعني مثل هاي الأربعة ناقص الأكس تربيع مثلا أجتني، أو تسعة ناقص الأكس تربيع تحت الجذر، فشو أسوي؟ أفرض الأكس هنا، أفرض الأكس أو اللي احنا مسميه يو، هو يساوي لنا أي ساين ثيتا. شو استفاد معته؟ من افرضها هنا انا اي ساين ثيتا، فراح يصير اي تربيع ناقصا اي تربيع ساين ثيتا، الاي تربيع طلعها مشترك، راح يصير 1 ناقصا ساين ثيتا، وبالتالي يصير عندي اي تربيع كوساين ثيتا. وبالتالي من اسوي جذر هنا، مثلا هنا عندي جذر، راح يصير عندي جذر شنو هاي الاي، طبعا الاي تربيع هنا باعتبار 9، راح يصير بالمقام كانما 3 كوساين ثيتا، فاتخلص هنا من الجذر. وعندي هنا بالبسط ايضا انه كوساين او ساين، يصير اختصارات نحل السؤال بكل بساطة. إذا جت نجمع، فالاختيار الصحيح مالتي هو أي تان ثيتا. وإذا جتني بالعكس يو تربيع ناقص أي تربيع، يعني مثل هاي الحالة، فاختار سيكت. وكل وحدة تبسيط مالتها بهذا الشكل، مع الانتباه أنه راح نستخدم مثلث هنا، كل حالة راح نستخدم مثلث هنا باعتبار أنه ساين ثيتا هو يو على الأي، اليو على الاي. فالمثلث اللي مستخدم بهاي الحالة هاي ثيتا، اليو ساين ثيتا شنو معناته؟ يو على اي معناته اليو، معناته اليو هو شنو؟ الساين ثيتا هو المقابل على الوتر، المقابل على الوتر، فالوتر مالتي هنا اي، واليو هو المقابل. واضحة؟ لأن مرات مثلا احتاج، وهذا الجزء ايش راح يكون؟ راح يكون تحت الجذر اي تربيع ناقصا يو تربيع. فبنحتاج مثلا كوساين ثيتا، راح يصير هذا كوساين ثيتا، هذا على، بنحتاج الى تان ثيتا نفس الحالة. ونفس الحالة مثلا هنا هذا المثلث شلون راح يكون شكله؟ هذا مثلث شلون راح ارسمه؟ هاي عندي ثيتا هنا يو على اي، يو على اي. التان شي مثل لي المجاور للمقابل على المجاور، المقابل على اي. وهذا ايش راح يكون؟ راح يكون تحت الجذر اي تربيع زائد نيو تربيع. واضحة هنا؟ ونفس الحالة هنا بالنسبة للسيكنت. هسه نجي ناخذ عليها مجموعة أسئلة. ناخذ مثلا هذا السؤال الأول، هذا السؤال هنا
إذا أريد أحلها بطريقة التكامل الاعتيادية، ما عندي قاعدة عامة تحل هذا السؤال، ولا أقدر أوزع التكامل، ولا أقدر أبسط هذه الطريقة إلا باستخدام السبستيوشن، إلا باستخدام السبستيوشن. فبما أنه عندي بالمقام واحد زائدا زد تربيع، فيا هي من عتل راح تفيدني، راح تفيدني هاي الحالة الثانية، طريقة التان، طريقة التان. فنجدنا شلون نحل السؤال هنا، اختارين الزيت يساوينا تان ثيتا. ليش زد تان ثيتا؟ لأن عندي زائد. فدي اوف الزيت يساوينا سيكنت تربيع ثيتا في دي ثيتا، والمثلث مالتي زيت على واحد، تان ثيتا يساوينا زيت على واحد، يعني معناته انه الزيت تمثل المقابل والواحد تمثل لي المجاور، تمثل المجاور. واكيد الوتر حسب نظرية فيثاغورس هذا الشكل، هذا المثلث استفاد من عنده طلع بقية القيم. يعني مثلا اذا جتني كوساين ثيتا، الكوساين شي مثل لي المجاور على الوتر، يعني هي واحد على تحت الجذر واحد ناقص زائد زد تربيع. اذا اجتني مثلا ساين ثيتا هنا اثناء الحل من كلمة الحل، طلع لي بالناتج ساين ثيتا او كوساين ثيتا او سيكن ثيتا. فنجي هنا نعوض تان ثيتا وين؟ مكان هذا القيمة ومكان هاي القيمة، والدي اوف الزيت نعوض عنها سيكن تربيع ثيتا. هاي ثمن جديد يجي يعطيني السؤال بهذا الشكل. هذا السؤال ما ينحل الا باستخدام التعويض. بما انه عندي زائد واحد زائد زد تربيع، في الحالة مثل الحالة الثانية هي اي تربيع زائد اي تربيع، استخدم التان ثيتا، فافرز الزيت يساوي تان ثيتا. مشتقة الزيت هي دي اوف الزيت هي سيكن تربيع ثيتا. شو اعوض هنا؟ اشيل كل زيت هنا بالسؤال، احط مكانه تان ثيتا، يعني هنا احط هنا تان ثيتا، وهنا احط مكانه تان ثيتا، واشيل كل دي زيت احط مكانها مشتقة التان هي سيكن تربيع. صار عندي التكامل بهذا الشكل. بس واحد يقول يعني انت سويت التكامل اصعب، لا احنا التكامل صار اسهل. شلون؟ لانه بالمقام اذا بسط هذا يصير عندي شنو؟ تحت الجذر سيكن تربيع، فالسيكن تروح ويا سيكن يبقى لي هذا الجزء. هذا نفس الحالة هنا عند الأس فردي. فإذا الأس فردي شو أسوي هنا؟ قبل شوي حكيناها، أسوي أربعة وبواحد. الأربعة هي تربيع في تربيع، يعني كأنما تان أس أربعة في تان، والأربعة تربيع في تربيع، اثنين أس اثنين في اثنين. التربيع هي شنو؟ هي سيكن تربيع ناقص واحد في تربيع مربع الأول، اثنين بالأول بالثاني ناقص مربع الثاني. أوزع النوب بالمشتقة الدي ثيتا بهذا الشكل، ينحل هذا السؤال بهذا الشكل. أشيل النوب أو جبوع المثلث، السيكن شو تمثل لي؟ السيكن شو تمثل لي؟ هي مقلوب، هي مقلوب شنو؟ هي مقلوب الكوساين، يعني راح تمثل لي تحت راح تمثل الوتر على المجاور، يعني تمثل لي تحت الجذر واحد زائد زد تربيع على واحد، فيطلع لي الناتج بهذا الشكل. زين، مثلا مثال ثاني هنا اعطاني هذا السؤال، اعطاني هذا السؤال تكامل اربعة زائدا اكس تربيع، اربعة زائدا اكس تربيع. زين، شلون احل هذا السؤال هنا؟ اجاوب على المقام هنا اربعة زائدا اكس تربيع، يا قاعدة من ذي القواعد تنطبق عليه. نفس الحالة هنا تنطبق عليه قاعدة التان، هنا أنا أي تربيع زائد يو تربيع، فأفرض اليو مالتي هي أي تان ثيتا، الأي في هاي الحالة اثنين، الأي في هاي الحالة اثنين، فلازم أفرض الإكس مالتي هي اثنين تان ثيتا. هنا فرضناها بس تان ثيتا، لأن باعتبار الأي كان قيمته واحد، هنا الأي هنا قيمته اثنين، اثنين تان ثيتا، ومشتقتها شنو؟ اثنين سيكن تربيع ثيتا. أجي أعوض كل إكس بالسؤال، أشيلها خلي مكانها اثنين تان ثيتا، والدي اوف الاكس احطه مكان اثنين سيكن تربيع ثيتا. هذا السؤال ابسط من اللي قبله، لانه مباشرة المقام راح يساوي سيكن تربيع ثيتا، هنا بالبسط عندي سيكن ثيتا، فذا كامل السيكنت هي لين سيكن زائد تان. زين، السيكن شو احطه مكانها والتان شو احطه مكانها؟ اجي لازم اقسم المثلث، المثلث مالتي شو يقول؟ يقول التان ثيتا يساوي اكس على اثنين، اللي هي من هاي الفرضية. التان شو يمثل لي؟ مثل المقابل على المجاور، المقابل على المجاور. فأكيد الوتر ايش راح يصير؟ راح يصير تحت الجذر أربعة تربيع، أربعة أو اثنين تربيع العفو زائد إكس تربيع.
فالسيكنت ايش قلنا؟ قلنا هي الوتر على المجاور هاي سيكنت، والتان احنا ايضا من البدايه فاضيها اكس على 2 او باوعها منها اكس على 2. فنحل السؤال بهذا الشكل. مثلا ناخذ مثال ثالث عليها، مثل اكس مثل تكامل دي اكس على 4 ناقصا اكس تربيع. هنا عندي ناقص، هنا أنا اجي قاعده تنطبق عليها هنا بهاي الحاله، هنا تنطبق عليها حاله الساين اللي هي اي تربيع ناقصا يو تربيع. فبهاي الحاله الاي كانه ما جيت قيمته 2، فلازم ارفض الاكس يساوي لنا اي ساين ثيتا، يعني 2 ساين ثيتا. فالدي اوف الاكس هي 2 كوساين ثيتا دي ثيتا. اجي اشيل كل اكس بالسؤال احط مكانها ساين ثيتا، والدي اكس اخلي مكانها 2 كوساين ثيتا. فالتكامل راح يتبسط بهاي الحاله، راح يصير كوساين ثيتا على 4 ناقصا 4 ساين تربيع ثيتا. هاي الاربعه اذا طلعناها عامل مشترك بصير عندي 1 ناقصا ساين تربيع ثيتا اللي هي كوساين تربيع ثيتا. هذا راح يصير شنو؟ 4 كوساين تربيع ثيتا. وعندي هنا بالمقام كوساين تربيع، هنا كوساين، فتروح الكوساين اللي بالبسط تروح الكوساين بالمقام، تبقى لي 1 على 2 تكامل 1 على كوساين. 1 على كوساين هو السيكنت، تكامل السيكنت مثل ما نعرفه هو لين سيكنت زائدا تان. زين زين، هنا اذا تخلص من السيكنت ثيتا والتان ثيتا انا بدي ارجح للقيمة الاصلية للاكس، لازم ارسم المثلث مالتي. المثلث مالتي شو يقول؟ يقول ساين ثيتا يساوي لنا اكس على 2. شو اللي معناته؟ معناته انه الاكس شو يمثل لي؟ يمثل لي المقابل، والاثنين تمثل لي الوتر. فاكيد المجاور حسب نظرية فيثاغورس هو تحت الجذر، الوتر تربيع ناقصا المقابل تربيع. فالسيكنت ثيتا ايش راح تمثل لي؟ راح تمثل الوتر على المجاور، والتان ثيتا راح تمثل لي المجاور على العفو المقابل على المجاور. يطلع لي الناتج بهذا الشكل، هنا مبسطها مرتبها طالع الناتج بهذا الشكل. وهكذا بالنسبة لبقية الأسئلة. هنا أنا مثال 6 يقول إن هاي الطريقة راح تغنيني عن حفظ المتطابقات للمتطابقات الانفيرس. إذا تذكرون بالانفيرس مع الدوال المثلثية الساين انفيرس والتان انفيرس وحتى السنش انفيرس والكوش انفيرس، كان عندي بحدود 6 متطابقات لكل حالة. يقول هاي الطريقة راح تغنيني عن الحفظ، مثل هاي أنا قانون المفروض أنا حافظه، إنه تكامل الأي تربيع ناقص اليو تربيع دي أو في دي هو الساين انفيرس. يقول أقدر أستخدم هاي الطريقة على مود أستخدم هاي الطريقة على مود حل هذا السؤال بدون أن أحفظ المتطابقة. فإن هذا السؤال هنا أعطيك إياه، أما تحله إذا حافظ المتطابقة أصلا تحل تطلع الناتج، أو تحله بهاي الطريقة بطريقة السبستيوشن يطلع لك المفروض نفس الناتج الساين انفيرس. هاي نفس الحالة عندك متطابقة تجازة طلع لك ثاني انفيرس، أقدر أحله باستخدام السبستيوشن. زين، الحالة الرابعة إذا أجاني بالسؤال بهذا الشكل، مثل اكس تربيع ناقصا أو 2 اكس ناقصا اكس تربيع أو 2 اكس تربيع زائد 2 اكس زائد 1. فنستخدم ما يسمى بإكمال المربع، إكمال طريقة إكمال المربع. أكمل المربع وحاول اخليها تشبه واحدة من ذن المتطابقات الثلاثة، واحدة من ذن المتطابقات الثلاثة. شو انا اسأل؟ ناخذ لنا السؤال عليها، مثلا هسه هنا على هاي 2 اكس ناقصا اكس تربيع. فانا ايش تحتاج هاي بعد؟ تحتاج من عندي اول شيء اسحب سالب عامل مشترك، راح يصير عندي اكس تربيع ناقصا 2 اكس اذا سحبت السالب عامل مشترك. ايش قد على مود اكمل المربع بعد؟ تحتاج من عندي اكمال المربع يحتاج من عندي زائد 1، زائد 1 على مود يصير شو يصير عندي؟ اكس ناقصا 1 الكل تربيع. فمن ضفت 1 لازم ايضا لازم شو اسوي؟ اطرح معته 1. فكنا معي صارت 1 ناقصا يو تربيع. الواحد ناقص يو تربيع هذا مثل الاي، فلازم هنا انا شو افرض؟ هنا انا افرض اليو اللي هذا كله تحت
اللي بالقوس افرضه ساين ثيتا حسب الحالات الثلاثه اللي موجوده فوق. ساين ثيتا فالدي اكس هي كوساين ثيتا في التكامل بهاي الحاله، دي اكس على تحت الجذر 2 ناقص اكس تربيع، ايش راح يمثل لي؟ راح يمثل لي الدي اوف الاكس اخلي مكانها كوساين ثيتا، والمقام ايش راح يصير؟ راح يصير 1 ناقص ساين تربيع ثيتا، اللي هي 1 ناقص اليو تربيع، راح يصير 1 ناقص ساين تربيع ثيتا، هذا من البسطه راح يصير كوساين ثيتا، الكوساين تروح الكوساين تبقى تكامل ثيتا، ويبقى لي ساين انفيرس اكس ناقص 1 زائد انس. ناخذ مثال ثاني هنا، عندك هاي الحالة. احنا عادة لما نسوي كمال مربع لازم نخلي معامل اكس تربيع نخليه معاملة واحد. شلون نخلي معامل اكس تربيع واحد؟ نسحب 2 عامل مشترك، لما نسحب 2 عامل مشترك تروح 2 منها، تروح 2 منها هاي يصير نصف. سحبنا 2 من هنا بهذا الشكل. ايش قد القيمة اللي تخلي هذا مربع كامل عندي هسه اكس تربيع زائدا اكس؟ لازم ايش قد لازم نخلي زائدا ربع. طبعا بالمناسبة انا نسيت اقول لكم اكمال المربع هو نصف معامل اكس تربيع، نصف معامل اكس تربيع يسمونه طريقة اكمال المربع. معامل اكس واحد نصه نصف تربيع ربع. نصف معامل اكس تربيع، هنا نفس الحالة مثلا هنا معامل اكس 2 نصه واحد تربيع واحد. نصف معامل اكس الكل تربيع. هو فاحتاج ربع. ايش قد يبقى من النص؟ نقول زائدا ربع. النصف كانه صارت ربع زائدا ربع. هذا كله صار مربع كامل، صار اكس زائد النصف الكل تربيع. بس اذا فتح المربع الاول 2 بالاول بالثاني، لان المربع الثاني يرجع نفسه. هاي ايش تمثل لي؟ تمثل يو تربيع زائدا اي تربيع. اليو تربيع زائدا اي تربيع احلى بها حاله بالسبستيوشن، احلى باستخدام التان. هذا اليو اللي هو اكس زائد النصف، هذا اليو يمثل لي زائد النصف تان ثيتا. ليش نصف تان ثيتا؟ هذا يمثل الاي، يمثل الاي. الدي اوف الاكس هو نصف سيكنت تربيع ثيتا. فاجل التكامل الاصلي الدي اوف الاكس اشيلها خلي مكانها نصف ساين تربيع ثيتا سيكنت تربيع ثيتا العفو، والمقامات اللي هو اليو تربيع زائد اي تربيع راح يصير، راح يصير هنا عندي ربع تان تربيع ثيتا زائد ربع اللي هي الاي تربيع تان تربيع ثيتا زائد اي تربيع. نفس الحالة هذا من رتبه اطلع ربع عامل مشترك، تان تربيع زائد واحد هو سيكنت تربيع، سيكنت تربيع تروح ويا سيكنت تربيع، النصف ويا ربع هنا يبقى لي تكامل دي ثيتا ويساوي ثيتا زائد سي، والثيتا هي التان ثيتا من ناجبها، هي هنا النصف يجي بهاي الجهة، هي التان انفيرس 2 اكس زائد 1 زائد سي. ونفس الحالة بالنسبة لبقية الأسئلة. زين نوصل للموضوع المهم، الموضوع المهم اللي هو تقريبا أصعب موضوع بهاي المحاضرة اللي هو البارشيال فراكشن. Partial fraction يجيني تكامل، يجيني تكامل دالتين، ودالة بالبسط ودالة بالمقام. مثل ما قلنا احنا التكامل ما يتوزع لا على الضرب ولا على القسمة. فأنا مدحلش تكامل لا تذكرون بالمحاضرة السابقة قلنا نحاول نصعد المقام للنحو الأعلى ونحاول نخلي البسط يساوي مشتقة المقام. هاي طريقة تفهم بحالات خاصة. زين اذا ما البسط ما له علاقه بالمقام، فالطريقه شو تقول؟ تقول المقام حول جزء الى اجزاء، هي تسمى partial fraction. يعني مثلا جتني مثلا اكس تربيع ناقصا 4 مقام جاني، حول الى دالتين مثلا اكس ناقصا 2 في اكس زائد 2، حول الى اجزاء. مثلا جاني مثل في هذا الشكل، جاني مثلا او حول مثلا اما بالفرق بين مربعين او بالتجربه مثلا جاني في هذا الشكل، مثلا مقام جاني، اهم شيء ابعد المقام، يعني جاني في هذا الشكل مثلا اكس تربيع
زائدة مثلا 4x زائد 3. هذا مثلا حل بتجربة قوسين، قوس هنا وقوس هنا، x بx مثل هنا بما انه زائد زائد راح يصير زائد هنا، هنا يصير زائد. الأربعة شنو علاقتها بالثلاثة؟ هي 3 بواحد. حاول احوله الى جزئين المقام، بعدين الدالة حولها الى دالتين. هذا المقام بما انه الاس مالته 1 فيصير اي على اكس ناقصا 2 زائدا بي على اكس زائدا 2. واكو طريقة راح اشرحكم اياها بعدين شلون اجد قيمة الاي والبي. فهاي الحالة صار عندي التكامل الاول زائد التكامل الثاني. هذا التكامل هو شنو؟ هو اللين بما انه الاس مالته 1، وهذا ايضا لين. زين، اذا المقام مالتي تحول الى دالتين، يعني مثلا المقام حولته مثلا الدالة الاولى هي مثلا اكس تربيع زائد 2 اكس، والقوس الثاني مثلا اكس زائد 3. فهاي بما انه الاس مالته تربيع فالبسط مالته شريط راح يصير اي اكس زائدا بي هاي زائدا سي. يعني اذا المقام الاس مالته 1 فالبسط يصير فقط كونستانت، اذا المقام مالتي الاس مالته تربيع فالبسط مالتي راح يصير اي اكس زائدا بي، كانما الاس ناقصا 1، ولازم اضطر هنا كونستانت. هسه انا بدي اوضح لكم هاي العمليه، ناخذ عليها مجموعه امثله. ناخذ هذا المثال الاول مثلا، جانا هذا السؤال. هذا السؤال المقام لا يساوينا مشتقه البسط، او البسط لا يساوينا مشتقه المقام، ماكو في الطريقه اوزع التكامل. فالسؤال هنا اضطر استخدم اليو دي في. في اليو دي في شو تقول؟ تقول اول ما اجي ابوع المقام هنا حاول اجزئ المقام الى جزئين. طريقة التجزئة هنا هاي مثل الفرق بين المربعين اكس ناقص 3 اكس زائد 3. فهاي الحالة ايش راح يصير؟ هذا الجزء ايش يصير؟ هاي الدالة تحول الى دالتين، اي على الجزء الاول اللي هو الاكس ناقص 3 زائد بي على الجزء الثاني. زين، مهما كان قيمة البسط، اي قيمة للبسط حتى افرض هاي الفرضية اي على الجزء الأول زائد بي على الجزء الثاني. بس اكو نقطة، يجب أن يكون الأوردر مع البسط، يعني الأس مال البسط أقل من الأوردر مع المقام. يعني إذا المقام اكس تربيع لازم البسط مالتي يجب أن يكون على الأقل أو لا يزيد عن 2. يجي السؤال يقول شلون أوجد قيمة الأي والبي؟ الأي والبي إذا شلون أوجدهن؟ فهنا أنا أسوي هنا أنا كأنما هذا البسط هنا ايش يساوي لي؟ يساوي ان هذا في هذا زائد هذا في هذا. انتبهتوا عليها؟ البسط اللي موجود هنا 2 اكس زائد 5، البسط اللي بس بالسؤال الاصلي ايش يساوي لنا؟ يساوي ان الاي هذا في هذا زائد هذا في هذا. اجي شفرض اقول عندما الاكس يساوي لي 3، عندما الاكس يساوي لنا 3، يعني اصفر المقام الاول عندما اكس يساوي لنا 3، فراس نطلع لي قيمه الاي. عندما الاكس يساوي لنا 3 ايش اللي معناتها؟ هذا الجزء عندي راح يصفر، لان 3 ناقص 3 0، يبقى لي اي في 3 زائد 3 يعني 6 اي يساوي لنا 2 في 3 زائد 5 يعني 6 زائد 5، فالاي يطلع لي 11 على 6. اعيدها من جديد، اخاف صارت مو واضحه. شلون احل هذا السؤال؟ اول ما ابدي ما لي علاقه بالبسطان هنا، اجي اغسل المقام، احوله الى حاصل ضرب دالتين او اكثر. حولته الى حاصل ضرب دالتين عن طريق الفرق بين المربعين، بما انه المقام الاس مالته 1 وهنا المقام مالتي اسه 1، فراح يصير اي على الجزء الاول زائد بي على الجزء الثاني. اجي على مود اوجد الاي والبي، اخذ البسط مالت السؤال، هذا البسط مالت السؤال اللي هو هذا،
شو سوينا؟ سوينا هذا في هذا زائد هذا في هذا. الـ A في المقام الأول زائد B في المقام، أو عفوا الـ A في المقام الثاني زائد B في المقام الأول. زين، شلون أوجد قيمة الـ A والـ B؟ عندي هنا أجي أباوع للمقام، شنو القيمة اللي تخلي المقام هنا يساوي صفر؟ X ناقص 3 عندما الـ X يساوي 3. عوضها وين؟ عوضها بهاي المعادلة. هاي المعادلة استخدمها لإيجاد الـ A والـ B. أجي هنا 2 في 3 زائد 5 يساوي 11، يساوي أن A في 6 زائد صفر. أنا ليش اختارت X زائد 3؟ على مود أصفر هذا الجزء، عندي مجهولين هنا، فشلون أصفر المجهول الثاني؟ أفرض الـ X يساوي 3. زين، شلون أوجد الـ B هنا؟ لازم أفرض قيمة صفر هاي البارامتر. شنو القيمة؟ القيمة هي سالب 3. فهنا أنا A سالب 3 زائد 3 راح يصفر هذا الجزء الثاني. بس لو عندي سالب 6 بي يساوي سالب 6 زائد 5، يطلع لي بي 1 على 6. أوجد قيمة الـ A والـ B هنا، فصار التكامل أبسط هنا. A على هذا الجزء زائد B على هذا الجزء. هذا التكامل مالته لين، هذا التكامل مالته لين. نحل عندي السؤال الثاني هنا. هنا البسط عندي مالتي قيمته فقط X، والمقام مالتي بهذا الجزء بهذا الشكل. زين، شنو طريقة الحل هنا؟ أحاول أجزئ المقام هنا، أجزئ المقام. شلون أجزئ المقام؟ باستخدام التجربة. بما أنه زائد زائد، هنا راح يصير X و X، أفتح قوسين X ب X، زائد زائد، الثلاثة شيل علاقتها بالأربعة، هي واحد بثلاثة. فبما أنه الأس مال المقام واحد بواحد، فراح يصير A على الجزء الأول زائد B على الجزء الثاني. شلون أجد قيمة الـ A والـ B؟ ناخذ الأس، ناخذ البسط، البسط هنا مال المقام الأول، شو يساوي لنا؟ يساوي لنا هذا في هذا زائد هذا في هذا، يساوي لنا الـ A في المقام الثاني زائد B في المقام الأول. هاي المعادلة اللي أوجد بها قيمة الـ A والـ B. شلون نحل هاي المعادلة؟ قلنا بالبداية لازم ايش نفرض؟ نفرض الـ X يساوي سالب 3. ليش فرضنا سالب 3؟ سالب 3 هي القيمة التي تجعل المقام الأول يساوي صفر، أو بمعنى ثاني القيمة اللي تصفر لي هذا التيرم، ما عندي جزئين بها A و B. شلون أصفر هذا التيرم؟ لازم أفرض الـ X قيمتها سالب 3، على مود هذا الجزء يروح، يبقى لي بس A. A في سالب 3 زائد 1 يعني سالب 3، والاكس سالب 2 سالب واي سالب تروح، يبقى لي اي 3 على 2. زين، شلون اوجد قيمة البي؟ لازم اصفر هذا الجزء. شنو القيمة اللي اصفر هذا الجزء؟ هي السالب 1، اللي هي القيمة اللي تجعل هذا المقام صفر. فسالب 1 واي سالب واي 1 صفر، يبقى لي هنا بي سالب 1 زائد 3، يبقى لي سالب 2. وهنا أنا عندي سالب 1، فيبقى لي هنا 1 على 2، سالب 1 على 2 عفوا. سالب 1 هنا زائد 3 يقال 2 موجب 2، وبالبسط عندي سالب 1، فسالب 1 على 2 هي سالب نصف. فنحلت بهذا الشكل. فدائما اذا عندي المقام مالتي الاس مالته 1، الناتج مالتي راح يكون لين. وهي طريقة البارشيال فراكشن تسهل لي الحل مال الأسئلة إذا عندي دالتين حاصل قسمة دالتين. وعندي هنا أيضا مجموعة أسئلة إذا استفدت منها على مود. يبقى للطريقة الأخيرة، الطريقة الأخيرة هي روتيشن فانكشن الساين والكوساين. هاي وين استفاد معناتها بها أسئلة؟ استفاد معناتها بهاي الأسئلة. إذا جتني سؤال بهذا الشكل، سؤال بساين وكوساين، وعادة يكون بالمقام، مشتقة المقام غير موجودة بالبسط. يعني هسه هنا عندي واحد زائد ساين إكس كوساين إكس، المشتقة ما موجودة بالبسط. فهذا من التكاملات المعتلة اللي ما أقدر أحلهن بالطريقة الاعتيادية. نفس الحال عندي ساين إكس وتان إكس. زين، هذا السيكن هيك حاط لي بس مجرد اختبار، يختبر لأنه هاي الطريقة صحيحة ولا غلط. مثلا هنا ساين إكس لازم عندي بالبسط كوساين. زين، شلون أحله هنا؟ يقول أستخدم هاي الطريقة، طريقة الروتيشن فانكشن. هنا مشتق ليها هو بالمحصلة
انا عندي متطابقات اثنين، انه كل كوساين، كل كوساين اشيله اخلي مكانه واحد ناقص زد تربيع، واحد زائد زد تربيع، وكل ساين اشيلها اخلي مكانها اثنين زد واحد زائد زد تربيع. واضحة؟ هاي الطريقة هي يعني طريقة خاصة تستخدم بحل الأسئلة اللي بيها ساين وكوساين أو تان أو سيكن، ما تنحل إلا بهاي الطريقة. لا ما تنحل. زين إذا جتني هنا تان شو أسوي؟ هو هنا بعطيني بس المتطابقة مع الساين والكوساين. التان شو يمثل طبعا؟ تان إكس هو ساين إكس على كوساين اكس. اقسم هذا على هذا، اقسم الساين على الكوساين، شو يبقى لي؟ يبقى لي هنا كل تان اشيلها خلي مكانها اثنين زت، طبعا المقام يختصر المقام، على واحد ناقص زت تربيع. زين اذا جتني سيكنت، السيكنت هي شنو؟ هي مقلوب الكوساين، واحد على كوساين طبعا هنا كوساين اكس، وهكذا بالنسبة للبقية. الكوسين هي مقلوب الساين، والكوتان مقلوب التان. اجانا مثل هذا السؤال، هذا السؤال ايش ما احاول بيه حله بالطريقة التقليدية ما ينحل، ما ينحل فقط بهاي الطريقة، طريقة تسمى بالروتيشن فاكشن للساين والكوساين. فايش تقول هاي الطريقة؟ هاي الطريقة شو تقول؟ تقول كل ساين ارفعها اخلي مكانها اثنين زت على واحد زائد زت تربيع، وكل كوساين ارفعها اخلي مكانها واحد ناقص زت تربيع على واحد زائد زت تربيع. وبعد نسينا شغلة، انه الدي اوف الاكس اخلي مكانها هذا التير. فثلاث قوانين عندي اساسية، وكل دي اكس ارفعها اخلي مكانها هذا التير. الحلو بها النهاية من النزلة بالمقام هذا راح يختصر ويا هذا، يختصر ويا هذا، وهاي العفو هنا اللي نحكي هنا على السؤال، من النزلة هنا بالمقام هذا يختصر ويا هذا، يختصر ويا هذا، يبقى لي هذا الجزء البسيط اللي هو يمثل اللين واحد زائد زت، والزت هي اصلا الزت شو تمثل لي؟ تمثل لي تان اكس على اثنين، الزت مثل تان اكس على اثنين. فين حل السؤال؟ بهاي الطريقة. هذا السؤال ما ينحل الا بهاي الطريقة. مثل هذا السؤال، تكامل دي اكس ساين اكس زائد تان اكس. اجي الساين ارفعها شو اخلي مكانها؟ بس خلينا نمسح هاي لانه توهمنا احنا بالسؤال. ساين اكس اخلي مكانها؟ اخلي مكانها اثنين زت على واحد زائد زت تربيع، والتان اكس هي قلنا ساين على الكوساين باثنين زت على واحد ناقص زت تربيع، والدي اكس اخلي مكانه اثنين على واحد زائد زت تربيع. من ينزل هذا راح يختصر هذا ويا هذا ويا هذا، يبقى لي هذا التكامل البسيط اللي يطلع لي هذا الناتج. بالاخير كل زت اشيلها اخلي مكانها تان اكس على اثنين. فخطوات الحل هنا صارت واضحة، انه كل ساين اخلي مكان هذا التيرم، كل كوساين اخلي مكان هذا التيرم، اذا جتني تان او سيكنت او هاي اشتقها من ذني، وكل دي اكس اخلي مكان هذا التيرم. من اخلص نحل الناتج يطلع لي بدلات الزت، اشيل الزت اخلي مكانها تان اكس على اثنين. نفس الحالة بالنسبة لهذا السؤال، دي اكس على اثنين زائد ساين اكس، اثنين تبقى نفسها، الساين اثنين زت على واحد زائد زت تربيع، والدي اكس اثنين على واحد زائد زت تربيع. من انزلها راح يطلع لي هذا التيرم، هذا هاي الطريقة قبل شوي حكيناها يسمونها إكمال المربع، نسوي إكمال المربع. ايش نحتاج؟ نحتاج نصف معامل زد تربيع اللي هو ربع، فهاي راح تصير هنا على الواحد، راح تصير ربع زائد ثلاثة على أربعة، الربع راح يصير زد زائد النصف التربيع، هذا مثل لك اليو تربيع زائد أي تربيع، اللي قلنا شو نعوض لازم نعوض عنها؟ نعوض عنها تان، نعوض عنها اي تان ثيتا. فهذا السؤال كان ما دامج لك طريقتين، طريقة substitution وطريقة rotation، بـ substitution وبـ rotation هذا السؤال.
فيحل لي يطلع لك هذا الناتج. ونفس الحالة بالنسبة لبقية الأسئلة. وهنا عندك بنهاية المحاضرة عندك مجموعة أسئلة تابعة للمحاضرات السادسة والسابعة والثامنة. هنا تنتهي المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله.